السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لدينا موقع روسي اسمه كوب دانجي دوت كلوب. هذا الموقع يعطيك على كل إعلان وحدة إعلانية عندما تتصفحها وتدخل الرقم يعطيك 5 روبل، يعني خلال أقل من ثانية أو ثانيتين، ليس فيه توقيت أو تصفح أو إزعاج مثل أدي فلاي. على كل هذا الموقع أمامك، وهؤلاء الناس الذين كنت اقتسبوا 7000 9000 18 روبل. هذا موقع سهل جدا، تستطيع من خلاله التسجيل والكسب من الوحدات الإعلانية. سابقا كان 5 روبل، اليوم أصبح سابقا 4 روبل، واليوم أصبح 5 روبل. خلال 3 5 ساعات يوميا يمكن أن تحصل على 1500 إلى 5000 روبل، يعني تستطيع في اليوم أن تحصل على 100 200 300 دولار حسب أنت وعملك. الشاشة الرئيسية أول ما يفتحه في الروسي، حاول أن تفتحه على جوجل كروم كي يترجمه أوتوماتيكيا. المكتب الخاص، على المكتب الخاص هذا التسجيل. هنا أول الفراغ الأول، هنا اسم المستخدم، وثاني واحد العنوان البريدي، ثالثا كلمة المرور وتكرار كلمة المرور، وهنا الرقم في الشكل وتسجل. إذا لم يقبل التسجيل حاول أن تغير اسم المستخدم. وهنا الدعم الفني، هنا إجابات لأسئلتك، هنا لا يجيبون إلى أحد. إجابات لأسئلتك هنا. على كل، ندخل إلى الموقع. هذا الموقع الذي أمامك هو كذا، ستشاهده. الرابط لي حالة هذا أمامك، أنا فاتحه على الموبايل، ليس لدي حاسب أو كمبيوتر. هنا قد كسبت 7197 روبل، هذا خلال يومين. بدء المشاهدة، هنا الطريقة سهلة جدا لكسب الروبل. أنا لدي 7197 روبل، عندما أدخل هذه الأرقام سيصبح تقريبا 7202 روبل، لأن هذه الأرقام 6 8 6 1. هذا كسبت 5 روبل. شغلة بسيطة، طريقة بسيطة جدا وسهلة، لا توقيت ولا أي أتعاب فيه. كل إدخال تحصل على 5 روبل. طلبك للانسحاب قد جمده الرصيد المال ياندكس، وتمت الموافقة على طلبه على استدعاء ليكون موجود. لسحب المال تحتاج إلى جلب 40 إحالة إلى موقع على الإنترنت. في هذه المرحلة كنت قد جذبت 2 إحالة. فإخوان، إذا أردتم أن تعرفوا أن هذا الموقع صادق وليس نصاب أو كذاب، حاولوا أن تسجلوا من الرابط الذي سأضعه تحت الفيديو. فإذا أعطاني المال وسحبت منه سأضع فيديو آخر وأقول لكم أنه أنا قد كسبت منه المال وقد سحبت منه تقريبا 100 200 دولار. فإذا لم يعطي المال سأضع في آخر سأقول إنه نصاب وكذاب. فإذا أردتم إخواني أن تعرفوا أن هذا الموقع صادق أم كذاب، حاولوا أن تسجلوا من هذا الرابط. وإني سأوعدكم إذا حصلتوا على هذا المال سأحاول أن تضعوا اليوزر نيم والعنوان لياندكس أو الكيوي أو الويب ماني الياندكس، لأن أنا سأحول المال للياندكس. فإذا حصلت على المال حاولوا أن تسجلوا في الياندكس وتعملوا لكم محافظات الياندكس، وسأكافئكم كل شخص 40 إحالة الذي سجل منه سأرسل له 100 روبل. هذه المكافأة مع إذا حصلت على المال. أوكي، وهذا الرابط تنشره، يجب عليك أن تنشره لكي تحصل على حالات أقل شيء 40 إحالة لكي يعطيك المال. هذا يقول ها شكل هذا الموقع الروسي. أوكي، وهنا
ينتهي درسنا، فإذا كنتم أنكم تحتاجون إلى الأموال، أو أردتم أن تعرفوا أن هذا الموقع صادق أم كذاب، حاولوا أن تسجلوا من الرابط أسفل الفيديو. أوكي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.